للمزيد حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الكاتب الصحفي أسامة المجد. أهلا بك سيد أسامة في نشرة الأخبار، ونسأل عن الأهمية التي تمثلها زيارة جلالة الملك المعظم للأردن يوم أمس وانعكاساتها على القمة العربية المرتقبة التي ستستضيفها المملكة في الشهر المقبل في مايو المقبل. نعم، إن مملكة البحرين أخي العزيز بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين تلعبان بالعلاقاتهم الاستراتيجية التاريخية الخاصة دورا رئيسيا ومهما في دفع التكامل بين الدول العربية الشقيقة بما يحقق مصالح الجميع على مختلف المستويات والأصعدة. كما أن مثل هذه الزيارات تدعم مسار التعاون والتشاور والتنسيق المشترك إذا مختلف القضايا في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وأزمات تهدد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، وهي أيضا دليل على عمق العلاقات الأخوية الفريدة بين البلدين الشقيقين والتكامل والتوافق التام بما يحقق مصالح البلدين وكل دول وشعوب الأمة العربية. نقطة مهمة لابد متطرق عليها أخي الكريم، وهي إشادة جلالة الملك عبد الله بجهود مملكة البحرين في تنظيم القمة العربية المقبلة، وأعرب العاهلان عن ثقتهم في نجاح القمة وأكد على أهمية انعقاد القمة العربية بشكل منتظم. أقولها وبأفق مفتوح أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية القادم في مملكة البحرين سيرسم صورة المستقبل بالنسبة للدول العربية، وستتخطى بإذن الله المشكلات والتحديات التي يمكن أن تعترض طريق ومسيرة أوطاننا، وسيحقق نجاحات ملموسة في كل الميادين، كما سيكسب هذا الاجتماع أهمية خاصة بسبب ما تمر به المنطقة من تحديات تتطلب بإصرار اتخاذ موقف وتنسيق موحد. من هذا المنطلق وبالمعنى الحرفي سيكون اجتماع البحرين قوة دفع جديدة ومختلفة. نعم، أسامة المجد الكاتب الصحفي، شكرا لك.